استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما أن الجهود الموحدة والعمل المشترك بين كافة أجهزة الحكومة وفي مواجهة أي تحديات باتت ضرورة في خضم القضايا الإقليمية الاقتصادية الملحة. وشدد سموهما على حرص الحكومة بتبني المبادرات الاقتصادية التي تحقق التوازن المالي وتكفل استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرته المتسارعة وبما يحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على مراجعة السياسات وتقييم المبادرات بشكل دوري لضمان أن تكون متماشية مع متطلبات المرحلة وقادرة على التعامل مع تحدياتها، مشيرين سموهما إلى أن العمل الحكومي مصب حاليا على تنمية الإيرادات من القطاعات غير النفطية عبر دعم الصناعة والبناء والتشييد وتشجيع البرامج السياحية.